كما لاحظتوا ان الغرض من الندوة هو لا بغيت تعتبروه رد او توضيح لما جاء في الرأي الأممي، الفريق الأممي اللي كيتكلم على قضية الريسوني، ووصل الخلاصة حسب تقديري هو ان سلمان الريسوني معتقد تعسفيا، وخاطب الطلبة من المحكمة من الحكومة المغربية الإفراج عنه. باختصار شديد، ظهر في هذا الرأي الاستشاري على ان من كتبه او من ساهم فيه غير مطلع على القانون المغربي في الشق المتعلق باستقلال السلطة القضائية. صحيح تقدر تكون منهجية ديال الآراء الأممية ما كتخاطبش أجهزة معينة ولا مؤسسات معينة، بل كتخاطب المؤسسات الحكومات، لكن باش دير رأي استشاري غير ملزم وتخاطب به الحكومة المغربية وتقول لها خصكم ترفعوا هذا، أعتقد أن هذه مسألة مرفوضة لسبب بسيط، وهو نفس السبب الذي جعلنا نلوم هذا الرأي الاستشاري، هو أين الضحية في الملف؟ لم تتم إشارة له من قريب لا من بعيد، لا هو لا دفاعي ولا الجمعية التي تبنت قضيته. اعتمدوا على مصدر واحد اللي هو المتهم ريسوني أو من ينوب عنه، وفي نفس الوقت كطلبوا من الحكومة باش تعد باش تراجع أو لا تلغي، أقول هذا هو المصطلح صحيح، تلغي حكم اللي دارت فيه مجهود ضابطة قضائية نيابة عامة قضاء تحقيق قضاء جالس كم من العمل، ونجي ونضربوه يعني بجرة قلم ونقولوا بأنه يجب التراجع عنه. الأمر الثاني هو ما أسس عليه هذا الرأي الاستشاري هما نقطتين مهمتين، المسألة ديال الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم استجابة المحكمة لبعض الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهم. وحنا في خضم الدفاع في المرافعات اللي كنا في الجلسات وصلنا جميعا على ان المحكمة طبقت الفصل 423 بحذافيره وبحرفية كبيرة، لدرجة ان واحد الوقيته ما بقاو يعني هذاك المتهم يعني راه ما يمكنش، انت متهم وكترفض تجي لاسباب تخصك وغير ثابته، انت كتقول الوضع الصحي مزري وكتجي تقارير من الاداره السجنيه عن طريق النيابه العامه كتقول ها الوضع الحالي ديال السي ريسوني باستطاعته يجي ويواجه المحكمه وكذا وكذا، وملي المحكمه تطبق عليك الفصل 420 ما عجبكش الحال وتقول بانها راه دارت غيبتني، من غيب نفسه المتهم والذي غيب نفسه في هذه المحاكمه، وكتجي في المرحله الاستئنافيه وكتباشر المساطير كامله والطلبات ديالك كامله بالدفاع ديالك جميع المراحل ديال الجلسات، وملي كيصدر الحكم بالتأييد ما كيعجبكش عاوتاني الحال وكتعطي تبرير اخر هو ان المحكمه لم تستجب لطلباتي من ضمنها استدعاء الشهيده اجراء المعاينه كذا كذا. القاضي في تعليله سواء في المرحله الابتدائيه ولا الاستئنافيه قد اقول واجزم انه وضع تصريحات الضحيه بنسبة لا أقول ضعيفة وإنما لم يعتمد عليها بشكل كبير، وبطبيعة الحال الدفوع اللي قدم الريسوني لا تستحق أن يلتفت إليها، وركز بالضبط على الأدلة التقنية. كجي في بداية الأمر مع كامل الأسف أنا نضطر نعود لكم هذه الأسطوانة اللي كادت أن كتجي في الاول سؤال تطرا عليك امام الضابطه القضائيه كتنفي نفيا قاطعا علاقتك بالضحيه. كتجي الضابطه بعد التحريات كتجيب لك دليل بانك انت راه سبق لك تلاقيتي معاه اللي هو تصريح شهود زوجه المتهم هو مصور، وكيقول بان فلان راه سبق لي تلاقى معاه وكان حاضر ريسوني اثناء التصوير. مزيان، مع ذلك كتقول لي قد يكون وقع هذه ولكن لا اتذكرها. واخا وراك تواصلتي معاه في تاريخ الواقعه، لا لم يسبق التواصل، كنجيبوا جرد ديال الاتصالات من 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 شركه الاتصالات وكتبين بانك انت تواصلتي معاه تاريخ الواقعه بالضبط وبالدقيقه وباليوم وبالساعه. ومع ذلك تقول ماذا تبرر؟ تقول بان قد تكون زوجتي استعملت هذا الهاتف في بعض الاحيان. هو ثاني واحد الهروب مع كامل الاسف غير مجدي. كنجيبوا لك خبره تقنيه دار معهد وطني بانك انت تاريخ الواقعه كنت انت والضحيه في نفس المكان لوكاليزاسيون نيميرو تليفون،
بانك كنتي في نفس النهار في نفس التوقيت وفي نفس المكان. كتقول لا بانني انا راه مقر عملي قريب من مسكني. كنقول لك وجبنا دليل انك ذات اليوم كنت في مقر عملك. اعطوني شي مقر عمل الان ما فيش كاميرا ما فيش شهود ما فيش ما كتقدرش تجيب. كتجي من بعد كنجيبوا لك تسجيل صوتي صادر عليك كتقول لي كتعتذر لي فيه وكتقول لي ما تاخذش الموضوع انا والخطا وقع مني وانا انا صاحبك واسمح لي. كنقول لك هذا التسجيل الصوتي صادر عليك كتقول لا ماشي صادر عليك. كنجيبوا لك خبير باش يدير لك تعطيه الصوت ديالك ويدير عليه خبره بحضور دفاعك كترفض بعله انك بغيتي تا مصدر الصوت هذاك الصوت بغيتي لوريجين ديالو. كنقول لك عطي الصوت ديالك ومن بعد غادي يحقق الخبير وعلى فرض هذه الخبره ما عجبكش تعرف فيها بالوسائل القانونيه كترفض تعطي الصوت. وبالصدفه ماشي بالصدفه يعني بالحقيقه المطلقه ان الخبره تبتت بان الصوت ديال الضحيه هو اللي كاين في التسجيل الصوتي. اذا طرف تبت لنا بانه صوته وطرف رفض يعطي الصوت ديالك بالاضافه الى الانسجام والتطابق التام مع ما صرح به الضحيه وما جاء في الواقع. وما كان للاسف بعد ما صدر القرار السنافي كيلتجئ يعني مع كامل الاسف انا بقول صدق نقدروا نلتجئوا لهذه الوسائل في واحد السياق معين. اما باش تد قضيتك انت وتبغي تسيسها وتعطيها واحد الطابع يعني على كل حال دولي وهذا هذا فيه ضرب ومساس. صحيح كنا كنتمنوا قضاء يعني ولكن كنقولوا حنا غاديين على كل حال المغرب يتطور بشكل كبير وكيدير مجهود لا دفاع ولا قضاء ولا كل شيء باش نكونوا عند حسن ظن المواطن المغربي. ولكن باش تلتجأ لجهه خارجيه باش تضغط وتاخذ على فرض ان هذه المحكمه هذه الحكومه مشات معك وعطاتك الصلاح اين الضحيه في هذا الموضوع؟ اين الضحيه؟ شكون اللي جا عنده شكون سول فيه شكون اللي يعني تسنط ليه واستمع ليه ونصفه؟